اليوم والله واليوم دايم يا شهر نيسان، أين المسايل؟ أين الغمامة؟ أين الأصايل؟ يا طير غني فوق الخمايل، فالورد يرقص والغصن مايل. أعتقد أنكم بتعرفوا هذه المهاجل اللي دائما أجدادنا بيرددوها أثناء الزراعة، في دقيقتين وحديثنا عن المهاجل الشعبية اليمنية. المهاجل أحد أشكال الموروث الثقافي الشفهي الشعبي اليمني، يعبر عن وجدان الناس سواء كان حالهم حزن أو فرح، وتدل على نمط تفكيرهم وطريقتهم في حل مشاكلهم. تختلف الألفاظ في هذه المهاجل، فكل نشاط مهجل خاص به. مثلا هناك مهاجل خاصة بالبناء والسفر والشوق والحنين، كما الملالة في تعز. أنا وأنا المولى كيف يقع بي حالي، وأنا المولى كيف يقع بي حالي. وأيضا الصيد كما في المحافظات الجنوبية التي لها أهازيج مصاحبة لرقصة تسمى الدربوكة. حان وقت العمل حان يا أمسو باس هاولي ذوق قال شلونا أبغيت المكلي يا أمسو باس. ولكن أشهر المهاجل هي ما يردده الفلاحين بالأرياف اليمنية في موسم الحصاد، ولكل موسم ومرحلة زراعية مهاجلها الخاصة، لكن تتفق جميعها أنها تدفع للتحرك والتحفيز والاندفاع بالعمل، خاصة أنها تؤدى أكثر الأوقات بشكل جماعي، وهذا ما يعزز التعاون والتكاتف. في فترة الصراع مفيش اهتمام بتوثيق المهاجل بسبب عدم وجود وعي بأهمية الموروث الشعبي الشفهي واختلاف نمط العيش التقليدي وممارسة أنشطة جديدة، مما أدى إلى ضعف التوثيق والجمع والنشر، حتى أنه لم يتم توثيق المهاجل من المعمرين وكبار السن اللي كانوا بيحفظوها ويرددوها دائما. المهاجل بحاجة إلى تضافر الجهود للمحافظة عليه من الضياع والاندثار وتوثيقه كأحد الموروثات الثقافية الشعبية. طبعاً دايماً أردد مهجل يا صباح اللي تبكر سال يا ماهيش ضقر. أخبروني عن المهاجل اللي بترددوها حتى الآن وشاركونا بالتعليقات.